من جيل إلى جيل تغير حال المرأة كثيراً، نالت بعض حقوقها وبقيت أخرى عالقة. هذه التغيرات قد تجعلنا نعتقد في بعض الأحيان أن المرأة قد نالت حقوقها وزيادة، أو أننا مللنا أسطوانة حقوق المرأة وجمعيات حقوق المرأة، لكن الواقع يقول إن التغيير قد حصل في الشكل والمضمون، لكن ما زال هناك الكثير والمشوار لا يزال في بدايته. برأيي خطينا خطوات متقدمة بموضوعين، موضوع تعليم المرأة وموضوع انخراط المرأة بالعمل، هو اللي ما في عودة عنه. هلأ الموضوعين اللي فيهم صعوبة، اللي هون عم نلاحظ نحن أنه تغير الشكل وما تغير كتير المضمون، أنه نحن المهام اللي بتتوزع بين البنت والصبي بالبيت بعد في صعوبة يتقبلوا أنه تكون موزعة بشكل متساوي. يعني المهام الأسرية بعدهم بيعتبروها مهام مناطة بالمرأة، المهام القيادة بيعتبروها مهام أنه بده يكون ذكر. هالأمور هيدي وهالشي طبعاً بينسحب على مواقع المسؤولية بالمجتمع. منلاحظ أنه في كتير ستات بكتير مواقع من العمل، بس يصير في ترقي بالوظيفة بيتجهوا أنه يرقوا رجل مش المرأة، وهون الإحصاءات بتعطينا يعني صورة مرة شوي أنه بحسب نسب موجودين من النساء ونسب الموجودين من الرجال، ويعني وتيرة الترقي للنساء ضعيفة كتير نسبة للرجال. نحن بدنا إجازة أبوة، هي من باب أنه نحن منا متمسكين أنه المهام الأسرية تكون حكرا على المرأة، وبالتالي نحن من خلال هالمطلب اللي هو شوي ملفت شوي صادم بيصدم، قصدين فيه أنه يتم إعادة نظر بطريقة توزيع الأدوار، لأن هالطريقة هيدي طريقة تقليدية منمطة بتظلم اثنين، بتظلم الرجل بتظلم المرأة. شو الحقوق اللي بتطالبي فيها اليوم؟ مثل ما الرجال عندي لازم المرأة يكون عندها، أنه هذه مخلوقة كما خلق رب العالمين، خلق الرجل خلق الأنثى، ولذلك تكون الحقوق متساوية مع بعض. في كتير حقوق ما نطالب فيها، أخلق بعدين لأنه مستعجلة والله. مرأة عم تعطي مثل أي إنسان تاني، إن كان بالعمل وإن كان بكل شيء، بالفكر وبالعلم وبكل شيء، مفروض تاخد حقها مثلها، يعني كمواطن لبناني له حق مثله مثل أي إنسان تاني. على حقوق المرأة مش سياسة. حقوق المرأة بشو حقوق المرأة؟ كيف يعني مش أخذ حقوق المرأة؟ من يوم اللي صار في مواساة بين الرجال والمرأة، المساواة بين الرجال والمرأة خرب الكون. هي ما لازم يكون في مساواة؟ كل واحد ياخد دوره، فهي فقدت أنوثتها وفقدنا الرجولة عن جد. مثلاً أنه أقدر أعطي الجنسية لأولادي ولزوجي مثل ما هو بحق له، لازم نحن يحق لنا حق المرأة، ويطبق قانون العنف ضد المرأة كمان. شو ناقصها؟ اشتغلت وعم تاخد معاشات وشهادات وما أحلاها، شو بدها أكتر من هيك؟ خلص ما خلصنا، نحن صار بدنا حقوق، كل شيء اخدينه ما تركين لشيء.